حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من الصحافة العربية، فرار مئات الأطباء إلى المناطق الآمنة بعد تهديدات الحوثيين. وكالة أنباء تركية تقول الفحسة والحنيذ والمندي أطباق يمنية على موائد إسطنبول. ومن أخبارنا المنوعة، القطط تنقذ قرية مهجورة في تايوان وتحولها إلى مقصد سياحي. أهلا بكم. قال عبد المغني لوكالة رويترز قبل وفاته: نحن نعمل بأقصى طاقتنا. ووصف الطبيب اليمني محمد عبد المغني الزيادة في حالات الكوليرا التي كان يعالجها بأنها كارثية. وعنون موقع المصدر أونلاين في تقرير نشرته أولا وكالة رويترز: راح ضحية الكوليرا، طبيب يمني كان يدرك أنه يكافح وباء كارثيا. وقال الموقع إنه بعد أسبوعين من ذلك التصريح كانت الكوليرا قد قضت عليه. كان الطبيب عبد المغني يعمل في مركز مؤقت في ساحة مستشفى بصنعاء. وقال الطبيب إسماعيل منصوري الذي كان يعمل جنبا إلى جنب مع عبد المغني إن المركز سمح خلال أسبوعين بدخول 1100 حالة، وكان هناك ضغط كبير على المركز ويعاني العاملون فيه من الإجهاد من كثرة العمل. ويتحدث التقرير عن المكان حيث ترقد نساء وأطفال على الحصى، وكثير من الوافدين إلى المستشفى يعانون من الصدمة أو من فشل كلوي وضمور الأوردة جراء الجفاف، لدرجة يصعب معها استخدام الحقن لنقل السوائل إليهم لإنقاذهم من الموت. وتعود الوكالة العالمية للحديث عن أصل كل مشكلات اليمن الحالية وتقول: نكب اليمن منذ عشرات السنين بعدم الاستقرار، وقد بدأ الصراع الأخير في أواخر 2014 عندما أخرجت قوات الحوثي حكومة الرئيس عبد رب منصور هادي من العاصمة صنعاء. ويسيطر الحوثيون على صنعاء وأغلب المراكز السكانية، ويقولون إن حركتهم تمثل ثورة على الفساد. لأمهات المعتقلين نداء كل يوم، ولهن وجع جديد ومعاناة لا تتوقف. وفقا لموقع الصحوة نت، رابطة الأمهات توجه نداء عاجلا لإنقاذ المختطفين في الأمن السياسي بصنعاء. وقال الموقع إن رابطة أمهات المختطفين وجهت نداء استغاثة عاجل إلى المعنيين بحماية حقوق الإنسان وجميع اليمنيين لإنقاذ المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء. وقالت الرابطة في بيان لها إنه منذ أسبوعين على التوالي تقوم إدارة السجن بمنع الزيارات عن بعض المختطفين بعد أن منعتها عن جميعهم لمدة أسبوع، كما منعت إدخال الطعام والدواء وقامت بمصادرة جميع ملابسهم وأدواتهم الشخصية. ولم تكتفي بذلك، بل عاقبت كل مختطف مريض يطالب بدوائه بتقييده بالسلاسل، وكل من يطالب بإسعاف زميله في الزنزانة يتعرض للتعذيب. ويقبع عشرات المختطفين المدنيين وغالبيتهم من فئة الأكاديميين والصحفيين والطلاب في سجن الأمن السياسي بصنعاء الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المسلحة، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي بشكل يومي. خارطة جديدة لتقسيم اليمن. تحت هذا العنوان كتب عبد السلام محمد مقاله المنشور في موقع مأرب بريس مضيفا: حلفاء اليمن يبدو أنهم وافقوا على خارطة إنهاء الحرب والتي قد تتضمن استراتيجية تقسيم حقيقي لليمن مؤشراتها متعددة، فلم يعد هنالك شرعية وانقلاب، وإنما أمر واقع تفرضه كل مجموعة قتالية في مكان ما، ولم تعد هناك قضية واحدة تتمثل في تمرد انقلاب الحوثيين لتصبح هناك قضية شمالية وقضية جنوبية وقضية حضرمية وقضية مأربية وقضية مهارية وقضية اتهامية. ومن المؤشرات عمل حكومتين مركزيتين وحكومات صغيرة وسلطة عليا كواجهة فقط لليمن، وتسليم محافظات جنوبية لحكومة يديرها المجلس الانتقالي الجنوبي مع سيطرة كاملة للإمارات والسعودية على الموانئ ومناطق النفط بالذات عدن، شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، وتسليم مناطق شمال الشمال لحكومة يديرها الحوثيون مع سيطرة سعودية إماراتية على الحدود والساحل الغربي. وتخلط الأوراق في المناطق التي تحكمها الشرعية بحيث تكون البيضاء ومأرب والجوف مراكز متقدمة لمحاربة الإرهاب بعد دفع السلفيين للتنازع مع الإصلاحيين فيها وإفشال الشرعية في تعز من خلال انهيار الأمن وتعميق الصراع بين الناصرين والإصلاحيين. وتشكيل مجلس حكم يشمل الرئيس هادي والحكومة الشرعية مع ممثلين من الحوثيين والانتقالي، وتكون سلطة عليا واجهة ليس لها صلاحيات ميدانية وتشبه إلى حد كبير مجلس الحكم العراقي أثناء الانتقال.
ويعتقد واضعو مثل هذه الخطة أنها ستحقق أهداف كل طرف من أطراف الحرب، مثلا منع الانفصال وإعطاء صلاحيات حكم الحوثيين في الشمال والانتقال في الجنوب، ومحاربة الإرهاب، وتحقيق المصالح السعودية والإماراتية والإيرانية كتنسيق كامل تحت المصالح الأمريكية والبريطانية. فرض المسلحون الحوثيون منذ سيطرتهم على مؤسسات الدولة اليمنية في العاصمة صنعاء محسوبين على الجماعة ضمن الجهاز الوظيفي للدولة، فيما آلاف الموظفين اليمنيين بلا رواتب منذ سنوات، ويعنون موقع يمن مونيتور مرتبات شهرية منتظمة للحوثيين المضافين مؤخرا للجهاز الوظيفي بصنعاء. وقال الموقع إن هذه المعلومة مثلت صدمة بالنسبة للموظفين، حيث يقول أحدهم إن جميع زملائه في العمل بدائرة التوجيه المعنوي من المحسوبين على الحوثي يتقاضون مرتبات شهرية بشكل منتظم وسري. يقول اليمن مونيتور: بالفعل أصبنا بصدمة كبيرة عندما علمنا بخبر صرف مرتبات لعناصر جماعة الحوثي المسلحة بشكل كامل ومنتظم. وأضاف وهو ضمن الذين توقفت رواتبهم منذ انقلاب الحوثي: أصبحنا محبطين بشكل كبير بعد علمنا بأن المحسوبين على جماعة الحوثي يتقاضون مرتبات شهريا، وعند مطالبتنا بأي مستحق شهري يشيدون بجوعنا وصمودنا. ويقول أحد الموظفين في وزارة الإعلام الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء اليمن مونيتور: الحوثيون وظفوا أتباعا لهم لا يحضرون للعمل أو حتى زيارة المؤسسة الإعلامية التي تم توظيفهم فيها بعد 2014. وأضاف: الصدمة الكبيرة عندما اكتشفنا أن هؤلاء لديهم مرتبات تصرف لهم شهريا عبر بنك الكريمي، على العكس من موظفي الدولة الفعليين الذين لا يتقاضون مرتباتهم منذ سنوات. فر مئات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية خلال الفترة الأخيرة مع تشديد الخناق عليهم وتهديدهم بقوة السلاح للعمل في مستشفيات غير مؤهلة بالمعدات الطبية ومن دون أجور، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط بعنوان: فرار مئات الأطباء اليمنيين إلى المناطق الآمنة بعد تهديدات الحوثيين. وتنقل الصحيفة عن وكيل في وزارة الصحة اليمنية قوله: رصدنا أعمالا تعسفية في الفترة الماضية تمارسها الميليشيات على الكادر الطبي، ومنها إجبار الأطباء على العمل في أوضاع سيئة دون تسليمهم أجورهم التي توقفت منذ سنوات. وأضاف أن ذلك دفع كثيرا منهم إلى الفرار بحثا عن مواقع آمنة بعيدا عن سيطرة الميليشيات الحوثية. وقالت الصحيفة متحدثة عن مشافي صنعاء وأنه تم إفراغ مركز القلب ومركز نقل الكلى، كما أن المعدات الطبية لا تتوفر في عموم المستشفيات نتيجة سوء إدارة الانقلابيين. العرب موعد مع ربيع آخر، تحت هذا العنوان كتب إياد الدليمي مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. تموج شوارع العرب من جديد، أعمى من لم يشاهد هذا الحراك. حراك شوارع اعتقد بعضهم أنها ماتت بعد سنوات من القتل والقمع والتنكيل بشتى الأساليب والأسلحة. هناك في الشام اليوم تدب روح الثورة وهي التي بقيت متقدة. بدأ الناس يدركون أن الثورة بناء، الثورة إصرار وتحد. الثورة لا تنجز في عام أو عامين، بل ربما تحتاج إلى جيل أو جيلين. وكذا الحال في اليمن، فهذا الشعب الذي أثقلته الحروب وأنهكته الأمراض وملأ الفقر أرضه السعيدة يحاول الآن أن يستعيد زمام مبادرته. إنه يريد أن يقول للجميع إن أهل اليمن أدرى وأعرف وأحكم بحالهم وحال شعابهم، وأنه آن الأوان لجميع أن يغادروا. كل هذا الجميع الذي جاء قادما من إيران أو من السعودية أو من الإمارات. ولعلك سمعت بما جرى ويجري في مصر، فحكم القمع الذي اعتقد بعضهم أنه قضى على روح الثورة لدى الشعب المصري يعاني اليوم من بوادر موجة ثورية جديدة بدأت تقترب. نعم قد لا يلاحظها كثيرون، ولكنها قادمة. موجة الربيع العربي الثانية بدأت، وعلى الجميع أن يستعد. غير أن ما يميز هذه الموجة أنها ستكون أكثر وعياً، سواء لدى من يحركها من قادة الرأي في المجتمعات العربية أو لدى الجماهير نفسها، فهي لن تكون بالعشوائية والعفوية التي انطلقت بهما قبل أكثر من 8 أعوام. الموجة الثانية لربيع العرب قادمة. كل الأسباب التي أدت إلى موجة الثورة الأولى
ما زالت قائمة بل وأكثر منها، فقد عرفت الشعوب حقيقة أنظمتها، فتجربة السنوات الثمان أسقطت كل الأقنعة التي كانت تتخفى وراءها أنظمة وحكومات عربية. الأرملة أروى صالح وهي من سكان صنعاء لديها 4 أطفال تقول لصحيفة العرب الجديد إنها اضطرت إلى ترك منزل زوجها بعد وفاته بعد نشوب مشاكل مع أفراد أسرته، وانتقلت للعيش في منزل آخر بالإيجار. تضيف أروى للصحيفة التي عنونت موضوعها بيمنيات أرامل يلتحقن بسوق العمل، تضيف أنها عانت من ظروف معيشية صعبة للغاية بعد مقتل زوجها في إحدى جبهات القتال وانقطاع راتبه الذي كان يعينهم على مصاريف الحياة. تشير إلى أنها قررت العودة إلى عملها السابق في المجال الصحي بعدما تركته بأمر من زوجها قبل وفاته. تواصل: استطعت توفير إيجار المنزل والحاجات الأساسية لأطفالي، لا سيما مع حصولي على راتب شهري من إحدى المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي. تتابع الصحيفة بالقول إن نساء الأرامل في اليمن يعانين من قيود يفرضها المجتمع عليهن، إذ يحرمن من العمل ويجبرن في أحيان كثيرة على الزواج من أقارب الزوج المتوفى بغرض الحفاظ على الأطفال في ظل تخلي الجهات المعنية في الحكومة عن دورها في رعايتهن. يعد المطبخ اليمني من أكثر المطابخ العربية ثراء، حيث تتنوع مأكولاته على طول جغرافية اليمن الممتدة وعلى امتداد تاريخه العريق. للمطبخ اليمني جمهور عريض في الدول العربية والإسلامية، فلا تكاد تخلو عاصمة في دول الشرق إلا وفيها العشرات من المطاعم اليمنية التي تجذب الكثير من عشاقه، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الأناضول التي عنونت الفحسة والحنيذ والمندي أطباق يمنية على موائد اسطنبول. تقول الوكالة: ولعل جولة واحدة في العديد من أحياء مدينة اسطنبول كأحياء منطقة الفاتح أو بيلوك ديزو وتشعرك بأنك تسير في أحد أحياء العاصمة اليمنية صنعاء أو المدن التاريخية العريقة كتعز ومأرب. التفنن في طهي الطعام اليمني أعطى له رواجا إقليميا ودوليا، ومؤخرا في بداية عام 2014 بدأ انتشار المطاعم اليمنية في مدينة اسطنبول التركية. وتقول الوكالة التركية: تلقى المطاعم اليمنية في تركيا إقبالا واسعا من العرب والأتراك وغيرهم من السياح، وتدفع التصاميم المعمارية الفريدة في هذه المطاعم الزائرين إلى زيارتها، حيث يتم تصميمها وفق طراز معماري يمني مميز كباب اليمن وعرش بلقيس. وتقوم المطاعم اليمنية بتقديم مختلف الأكلات الشعبية كالمندي والحنيذ والمضغوط والمقلقل والعقدة والزربيان العدني والخبز الملوح وفتة العسل والقشطة، إضافة إلى حلويات يمنية متنوعة. وبحسب الزائرين فإن أكثر ما يميز المطبخ اليمني هو تنوع وكثرة التوابل التي تستمد من النباتات كالبذور والثمرات والأوراق واللحاء والجذور، ويتم إضافتها إلى الطعام حيث تعطي نكهة مميزة للأطعمة اليمنية. القومية البيضاء مشكلة عالمية، تحت هذا العنوان كتبت راشمي روشان لال مقالها المعاد نشره في صحيفة الغد، مضيفة: على مدى السنوات كانت الهجمات الجهادية قد أغرقت العالم بالأحزان وصنعت أمة كبيرة وحدها الحزن. هكذا يحدث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يدين إرهاب القومية البيضاء ويرفض أن ينظر إليها باعتبارها مشكلة عالمية مقلقة. يقال أن فكرة الاستبدال تتجذر في العلم العنصري الذي افتضح زيفه من ثلاثينيات القرن الماضي والكتابات النازية المعادية للسامية، لكن الفكرة القائلة بأن الولادات المفرطة لأطفال المسلمين تشكل تهديداً وجودياً للمسيحيين تم دحضها بالفعل. ما الذي يقود إليه كل هذا؟ لدى الأكاديمي اللبناني الأصل غسان الحاج أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة ملبورن تفسير مقلق لواحد من الأنماط السائدة في التفكير القومي الأبيض، ويقول الحاج أن هناك عملاً يجري في بلد مهاجم كرايستشيرش الأصلي أستراليا وفي بعض الأجزاء الأخرى من العالم الغربي لإعداد ثقافة القابلية للإبادة للمجتمع الإسلامي. وقد حذر الحاج الذي يقضي الكثير من الوقت وهو يشرح لمحاوريه الأوروبيين أنه ليس مسلما وإنما مسيحي من هذا الاتجاه منذ أكثر من عقد. يستخدم تعبير ثقافة القابلية للإبادة الذي يتحدث عنه الحاج تحليل حنة أرنت لمعاملة النازيين اليهود، ويقول أن المجتمع المعني يجب أن يصل إلى حالة ذهنية معينة حتى يتمكن من تصنيف مجموعة معينة من الناس على أنها قابلة للإبادة، ويحذر من أن القابلية للإبادة والإبادة نفسها ليسا الشيء نفسه،
من الواضح أن المنطق سيقود المرء إلى استنتاج أن الأولى هي المقدمة للثانية، ويقول الحاج إنه عن طريق خلق شعور باللامبالاة تجاه موت المسلمين بضربات الطائرات بلا طيار والغرق في البحار أو السجن لمجرد طلب اللجوء يكون قدرا من انعدام الحساسية قد تحقق، وهو ما يجلبنا إلى ثقافة القابلية للإبادة، وتعمل اللاعقلانية كما يقول الحاج في تعزيز العنصرية، كما هو الحال مع كل أنواع الكراهيات الأيديولوجية العنيفة ومنها الجهادية أو القومية البيضاء على حد سواء. النوم يداعب الرؤساء والسيسي يحضر فجأة وأمير قطر ينسحب، هكذا وصفت شبكة البي بي سي القمة العربية حيث نقلت عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قولهم: أمة على سرير الموت، القمة العربية ليس بيدها غير الشجب والاستنكار والتنديد. القادة العرب المشاركون في القمة اتفقوا على دعم القضية الفلسطينية ورفض أي إجراء يمس سيادة سوريا على هضبة الجولان. تتابع البي بي سي: الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أطلق شعار العزم والتضامن على القمة، غير أن كثيرين على مواقع التواصل وصفوا القمة بالمضحكة. وعن ما حدث بالقمة قالت الشبكة إنه على نحو مفاجئ وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رسمي للمشاركة في القمة العربية بعد يومين من إعلان تغيبه عن القمة لأسباب أمنية. وبعد ساعات قليلة من وصول السيسي غادر أمير قطر تميم بن حمد قاعة اجتماعات القمة العربية قبل إلقاء كلمته متوجها فورا إلى المطار، ما أثار تساؤلات كثيرة حول ملابساتها وأسبابها. الكاميرات في القمة رصدت الرؤساء العرب وهم غارقون في النوم خلال الاجتماع الافتتاحي، منهم وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين الذي ظهر وهو في سبات عميق. هناك تاريخ فاصل لقرية هوتونغ قبل عام 2010 وما بعدها كما قالت صحيفة البيان، حيث حولت القطط هذه القرية من قرية مهجورة إلى قرية يقصدها السياح ومحبو القطط فانتعشت اقتصاديا. فإذا كنت من محبي القطط فمن الممكن لهذه القرية الصغيرة شمال تايوان أن تكون الوجهة المثالية لرحلتك التالية، فستكتشف منذ لحظة دخولك إليها من هم نجوم القرية الحقيقيون. تتضمن القرية جسرا على شكل قطة وعددا من الأوعية المليئة بمأكولاتهم وإشارات طرق مزينة بزخارف على شكل قطط، ولكن لما كل هذا الاهتمام بالقطط؟ تجيب الصحيفة: القرية في أوائل القرن العشرين اشتهرت بكونها واحدة من أكبر وأكثر مواقع استخراج الفحم تطورا في تايوان، إذ احتضنت 6000 مقيم وعامل قبل أن يتم هجر موقع استخراج الفحم في عام 1990. وبعدما انتقل المقيمون الشباب من القرية بحثا عن فرص أفضل، تحولت هوتونغ في مدينة تيبيها الجديدة من منطقة مفعمة بالحيوية إلى قرية نائمة يسكنها 100 مقيم تقريبا. لكن أجواء المدينة الهادئة انقلبت في عام 2010 بعد أن بدأ أحد المصورين ومحبي القطط بتسليط الضوء على القطط المشردة في شوارع القرية، وتحولت المدينة إلى مركز لمحبي القطط، مما عمل أيضا على مصدر دخل لأهل القرية في الآن ذاته. كل 60 عاما تعاد طقوس تاريخية في أقدس مقابر الشنتو في اليابان عمرها 1300 عام، أعيد بناؤها هذه المرة مرافقة للطقوس القديمة. المصور يوكوتو ماسورا وثق العملية التي استمرت 12 عاما في صحيفة الجارديان. متابعة: كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن لرسامي الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث.
بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.